في الجزء الأقل المحرر من مأرب، التقى ممثل حزب الإصلاح في الرئاسي سلطان العرادة برئيس عمليات بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن. اللقاء وقف على تدخلات مشاريع اللجنة وإمكانية توسيعها في الجزء المحرر من مأرب خلال المرحلة القادمة، كما ناقش أهمية اضطلاع الصليب الأحمر بدور أكبر لاستكمال إنجاز صفقة تبادل جميع الأسرى والمختطفين وفق قاعدة الكل مقابل الكل، بالإضافة إلى زيارة فريق الصليب الأحمر للمعتقلين في سجون الحوثي والإطمئنان على أوضاعهم الإنسانية والصحية وتقديم الدعم اللازم لهم وتمكينهم من التواصل مع أسرهم. وفي الجانب الآخر، قال الممثل الخاص لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي للشؤون الخارجية عمر البيض إن الأزمة الحالية تتمثل في انقلاب الحوثيين على الدولة واستمرار الحرب ومشكلة الوحدة التي نتجت عن احتلال الجنوب في عام 94. البيض أوضح سبب مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في مؤسسات الدولة، وذلك لإدراكه مسؤولية إدارة مرحلة الحرب وأهمية العمل الجماعي بين كافة القوى لمواجهة التحديات الراهنة وضمان توفير الخدمات الأساسية. وأكد لاحقا بأن حل مشكلة الوحدة واحتلال الجنوب يتمثل في الإقرار بواقع وجود حالتين سياسيتين لشعبين وهويتين على نطاق جغرافية الدولة اليمنية المعترف بها دوليا. وأشار البيض إلى أن هناك مشروعان يمثلان حلان لهذه المشكلة، هما المشروع الوطني الجنوبي يعبر عنه المجلس الانتقالي الجنوبي وحلفائه، ومشروع الدولة الاتحادية في اليمن يقوده تحالف أحزاب اليمن. وفي ظل ما يحدث في حضرموت، استقبلت السلطة المحلية بالمحافظة وفداً أممياً برئاسة مستشار الشؤون الاقتصادية للمبعوث الأممي لليمن. اللقاء ناقش فيه محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي مع المسؤول الأممي تداعيات الوضع الاقتصادي المتدهور الذي تسببت فيه الميليشيات الحوثية إثر هجماتها الإرهابية على المنشآت النفطية والملاحة الدولية، كما استعرض محافظ حضرموت الأوضاع في المحافظة ومطالب المواطنين بأن ينعموا بثرواتهم في ظل تردي الخدمات وتزايد الغلاء بسبب انهيار العملة، مشدداً على ضرورة التمثيل السياسي اللائق لحضرموت في العملية السياسية والتسوية القادمة. كما جرى في اللقاء الوقوف على الجهود التي تطلع بها حضرموت في فرض الأمن ومكافحة الإرهاب ودعم المساعي الأممية والإقليمية لإنهاء الحرب وإحلال السلام. وفي خطوة مريبة، أكدت مصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي أصدر قراراً بإقالة العميد سالم باسلوم قائد الشرطة العسكرية من منصبه بشكل انفرادي ودون إعلان رسمي عبر الوكالة الرسمية. خطوة العليمي لاقت رفضاً من قبل قيادة انتقال حضرموت، والتي أوضحت بأن القرار يحمل خلفه أهدافاً سياسية مشبوهة ونية لتفكيك قوات النخبة الحضرمية، معربة عن رفضها القاطع لأي قرارات تخص الشأن الحضرمي تصدر من قبل الرئيس العليمي. وفي هذا الشأن أعلن حلف قبائل حضرموت عن رفضه لقرار العليمي، واصفا إياه بالقرار العشوائي ذات الصبغة التعسفية وتجاوز واضح ومقصود لاستهداف كوادر حضرموت المشهود لها بالحنكة والكفاءة، وأن قرار العليمي يندرج في إطار سلب القرار الحضرمي وفق مخططات ذات الأبعاد الممنهجة، فيما اعترض الكثيرون على قرار العليمي معتبرين ذلك هدفاً لخلق صراع عسكري في المحافظة. وفي إطار سعي العليمي للسيطرة على القصر الرئاسي في المكلا، حيث يتواجد لواء الشرطة العسكرية في محيط القصر. وفي تقرير مرفوع إلى مجلس الأمن، كشف خبراء أمميون عن حجم التنسيق الحوثي مع تنظيم القاعدة الإرهابي
وجني أذناب إيران عشرات الملايين بالقرصنة البحرية واستغلال الظروف الإقليمية لصالح أجندات النظام الإيراني وتسخيرها للأغراض العسكرية وعرقلة جهود تحقيق السلام وإنهاء الحرب في اليمن. في خطوة أخرى نحو التأكيد على حقيقة الحوثيين ومدى خطرهم على الأمن والسلم الدوليين وقبل ذلك أمن واستقرار اليمن، خبراء أمميون في تقرير السنوي المرفوع إلى مجلس الأمن أكدوا على ما هو مؤكد مسبقا بتورط الحوثيين بتحالفات وثيقة مع تنظيمات إرهابية وجماعات مسلحة في المنطقة. الخبراء الأمميون أزاحوا الغبار أكثر عن التخدم الوطيد بين الحوثيين وتنظيم القاعدة وكشفوا عن نقل الميليشيا طائرات مسيرة وصواريخ حرارية وأجهزة متفجرة إليه مع توفر التدريب لمقاتليه، وكل ذلك لتنفيذ هجمات على القوات المسلحة الجنوبية في محافظتي أبين وشبوة جنوب البلاد. التقرير الذي نقل معلوماته عن مصادر وصفها بالسرية عد هذا التعاون أمرا مثيرا للقلق مع المستوى الذي بلغه التعاون بين الطرفين في المجالين الأمني والاستخباراتي ولجوئهما إلى توفير ملاذات آمنة لأفراد بعضهما بعضا وتعزيز معاقلهما وتنسيق الجهود لاستهداف القوات الجنوبية. وفي إطار الإرهاب المتنابي للحوثيين أورد الفريق الأممي معلومات عن أنشطة تهريب متزايدة بين الحوثيين وحركة الشباب الصومالية يتعلق معظمها بالأسلحة، مشيرا إلى امتلاك الجماعتين أسلحة من نفس الطرازات وبأرقام تسلسلية من نفس الدفعات ما يرجح توريدها ونقلها بصورة غير مشروعة بينهما إلى جانب وجود مورد مشترك إلى كلاهما. تقرير الخبراء لفت كذلك إلى تزايد التعاون بين الجماعة الحوثية وجماعات مسلحة عراقية ولبنانية واستغلالها التصعيد في المنطقة لتعزيز تعاونها مع محور المقاومة التابع لإيران وتلقي مساعدات تقنية ومالية وتدريبات من إيران. ما يقارب 180 مليون دولار تجنيها الجماعة الحوثية شهريا من ابتزاز وكالات النقل البحري مقابل عدم استهداف سفنها، وهو ما كشف عنه تقرير الخبراء ووصف سلوكها بالابتزاز الممنهج. التقرير الأممي الواسع عرض صورا من أنشطة الحوثيين المشبوهة في بناء الحديدة والصليف وأساليب تجنب عمليات التفتيش التي تقوم بها آلية الأمم المتحدة، وأعلن في تقريره عن وصول 6 سفن إلى الموانئ الخاضعة للميليشيا من دون الحصول على تراخيص تخليص من آلية الأمم المتحدة للتفتيش والتحقق. المحققون الأمميون اتهموا الحوثيين بالتسبب في تدهور الاقتصاد في اليمن وتناولوا انتهاكات الحوثيين للقانون الدولي الإنساني، وأوردوا بأنه لا يمكن توقيع اتفاق خريطة الطريق إلا عند استقرار الوضع الإقليمي وتوقف الحوثيين عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر. وفي المحصلة يبقى على الأمم المتحدة تغيير نهجها تجاه التعامل مع أذناب إيران وإعلان وصفها بالجماعة الإرهابية وكل وصف دنيء تستحقه، كما يبقى على المبعوث الأممي وضع الإجراءات الحاسمة لإنهاء هذا العبث الحوثي والتوقف عن المراوغة الدبلوماسية التي لم ولن تنفع مع هكذا جماعة كهنوتية.